بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء ومادة علم النفس وعلم الاجتماع. في البداية برحب بزميلي الأستاذ أيمن. أهلا بيك يا أستاذ أيمن. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك أعزائنا الطلبة، وبإذن الله تكون حلقة موفقة وعلم النفس وعلم الاجتماع. حلقة اليوم إحدى موضوعات علم النفس، الموضوع الهام أستاذ محمد جدا، هو موضوع الشخصية الذي يشغل بال أي إنسان. أول ما أقول علم النفس على طول يقول لي حدرس الشخصية. تمام. إن شاء الله النهاردة هنستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من موضوع الشخصية. كنا الحلقة اللي فاتت بدأنا في الشخصية وقلنا إن الشخصية دي من المفاهيم الشائعة والواسعة الاستخدام بين غالبية الناس وعامة الناس، وقلنا إن مفهوم الشخصية وتعريفات الشخصية بتختلف باختلاف العلوم، كذلك إن مفهوم الشخصية بيتعدد حتى في مجال علم النفس، وعندنا أكثر من تعريف للشخصية في علم النفس تناولناه. عرفنا الشخصية كمثير، عرفنا الشخصية كاستجابة، عرفنا الشخصية كتنظيم داخلي، وابتدينا إن احنا نعرف الشخصية عند ألبرت، وقلنا ان الشخصيه بتتميز بعده صفات او شرحنا ما يتضمنه التعريف، وابتدينا دخلنا على اهم النظريات اللي بتفسر الشخصيه، وبدانا في اول نظريه من نظريات تفسير الشخصيه وهي نظريه الانماط. والنظريه ديت بترجع الى العالم القديم اليوناني هيبوقراط اللي ربط بين اللي هي الجوانب الفسيولوجيه والشخصيه، وقال ان اللون العام للشخصيه او الشكل العام للشخصيه بيتحدد من خلال الجوانب الفسيولوجيه والشخصيه، وابتدى ان هو يقسم لي الشخصية من هذا المنظور الى عدة انماط. اول حاجة عندي اللي هو النمط، يعتبر اللي هو في عندي الصفراوي وفي الدموي وفي البلغمي وفي نمط اخر وهو النمط الاول. هنتناول مع بعض هذه الانماط سريعا كده. يمكن يا أستاذ ايمن احنا كنا شرحناهم بس الوقت كان فشرحناهم سريعا، هنلقى عليهم الضوء برضو سريعا النهاردة ونبدأ نخش. عندي زي ما قلت عدة أنماط، منهم السوداوي والصفراوي والنمط الدموي والنمط البلغمي. يمكن كل نمط بيتميز بعدة صفات وخصائص كده سريعا يا أيمن، فلو جينا بصينا على النمط السوداوي سريعا كده، الأهم الصفات اللي بتميزه. طيب أستاذ محمد، هنا بنقول الأنماط أو الأشكال أو الأنواع في الشخصية اللي قال عليها هيبوقراط. أستاذ محمد تفضل، ودكتور حسني الأسبوع الماضي، وتناولوا إحدى الأمزجة دي أو الأنماط دي سريعا. عايزين نطلع بص على الشاشة كده مع بعضينا عشان نراجع سريعا ما بدأناه الحلقة الماضية عشان نبدأ نربط بيه الحلقة الآتية. كنا قلنا أول حاجة عندنا في أنماط أو أمزجة، قلنا النمط السوداوي والنمط الصفراوي والنمط الدموي والنمط البلغمي. يمكن ظهر قدامنا على الشاشة عايزين الطلبة، هنقول سريعا الكلام ده كله اتشرح الأسبوع الماضي إلا آخر نمط تقريبا هو النمط البلغمي. سريعا مع بعضنا كده نقول النمط السوداوي هو عبارة عن ايه؟ النمط السوداوي صاحب هذا النمط او الشخصية دي بطيء التفكير لكنه قوي الانفعال، بيميل الى الانطواء والتشاؤم والانقباض والاكتئاب، وده اتشرح الاسبوع الماضي. عندنا ايضا نمط اخر اتشرح برضو معانا بس احنا بنراجعه سريعا عشان الطلبة نوصل الكلام مع بعضيه البعض. النمط الصفراوي صاحب هذا النمط طموح وعنيد وجاد وحاد الطباع وسريع الاستثارة والغضب. النمط الثالث بتاعنا هو النمط الدموي، وصاحب هذا النمط هو سهل الاستثارة وسريع الاستجابة ويتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط. ده النمط الثالث من أنماط الشخصية أو أنواع الشخصية. عندنا النمط الأخير هو النمط البلغمي، والنمط ده ليه شكل آخر او سمات اخرى او صفات اخرى. استاذ محمد بنقول دايما علم النفس لما بيدرس الشخصيه بيدرس اهم حاجه فيها خصائصها او سماتها، لكن بنقول النظريات في علم النفس استاذ محمد اتفضل وقال ان احنا عندنا جميع العلوم بها نظريات، واول ما اقول نظريه النظريه دي بعد ذلك العلم بيثبتها، عشان فيها استاذ محمد كثير من الطلبه فاكرين ان كلمه نظريه معناها راي شخص مني. نقول نخلي بالنا الآراء الشخصية إذا لم تتحول إلى آراء علمية لا ترتقي لصفة العلم. إحنا عندنا العلم ندرسه اسمه علم نفس، يعني علم قائم على الأبحاث والدراسات الميدانية والدراسات النفسية أيضا، يعني مش كلام شخصي من العلماء. وإذا كنا بنقول هيبوقراط اتكلم عن الكلام ده قبل كده، ده من كثير ملاحظاته اللي لاحظها على الأشخاص لما قال إن أنماط الشخصية أو أنواع الشخصية عدة أنواع أو عدة أشخاص. الكلام ده مش كلام شخصي منه، مش وجهة نظر، لا
دي قائمة على الملاحظات. والعلم الآن ده جميع العلوم مش علم النفس بس، بيقول أن الملاحظات هي أحد يا أستاذ محمد الأدوات اللي بيعتمد عليها عشان نصل منها إلى نظرية أو قانون علمي. فالكلام ده اللي هو الأنماط أو الأشكال أو السمات دي مش كلام شخصي منه، عشان بعض الناس يقولك كلمة نظرية وجهة نظر، لا دي نظرية يعني نظرية علمية. أستاذ محمد حضرتك تفضلت الأسبوع الماضي وتناولنا ثلاث أنماط من أنماط الشخصية، هي الشخصية أو النمط السوداوي والنمط آخر الصفراوي والنمط الدوم، كده شرحنا جزء منه ولسه بقية الجزء. وصلنا للنمط البلغمي أعزائي الطلاب، والنمط دوت بيتميز بعدة صفات. النمط دوت أول صفة من صفاته يمكن يا أستاذ أيمن إن هو يعني سهل، أو نقول إيه اللي هو بطيء الاستثارة. بطيء الاستثارة يعني ممكن إن هو يكون إيه، شفنا إحنا الناس اللي بنقول عليها كده يا أستاذ أيمن إن هو هادي قوي كده، تقعد إن أنت تكلم فيه أو تعمله تلاقيه برضو قاعد كده هادي وما ينفعلش بسرعة. تلاقي مش عايزين نقولها بالمعنى الدرج اللي إحنا بنقوله عليه بارد، فهو بطيء الاستثارة. مش بس كده بقى ان هو بطيء الاستثاره، ده في صفات تانيه يا استاذ ايمن تنطبق على نفس بطء الاستثاره. زي ايه الصفه التانيه؟ يقول لي مثلا ايه، عنده حاله من الخمول، يغلب عليه الخمول، يعني دايما كسلان مش عايز يعمل حاجه، حاسس ان هو كده تعبان جسديا، خد بالك. وعنده حاجه اسمها تبلد انفعالي. ايه تبلد انفعالي؟ يعني نقول اللي ما بيحسش بالظبط بالبلدي كده، بالك يعني ممكن انسان يقول له كلمه كده، كلمه تكون تثيره او تخليه يغضب وهو لا في حاله من التبلد الانفعالي. فدي يمكن سمات النمط البلغمي يا استاذ ايمن، بطيء الاستثاره، عنده حاله من الخمول، وعنده حاله من التبلد الانفعالي. دي اهم خصائص الشخصيه اللي هي بتتميز بان هي شخصيه بلغميه او النمط البلغمي او دوت مزاج من الامزجه اللي قسمهم لنا هيبوكروت. تمام استاذ محمد، لاحظ كده من كلام حضرتك اول منهج بتاعنا ان انا الجانب ده او النظريه دي بتركز على جانبين، دايما بتتكلم عن السمات النفسيه وايضا السمات الفسيولوجيه اللي هي بنقولها خاصه بجسم الانسان. الخمول ده معناه النشاط بتاعه ضئيل قوي، ضعيف قوي، يبقى بالفعل النظريه الاولى بتتكلم عن جانبين للشخصيه، الجانب النفسي وايضا الجانب الفسيولوجي او الجانب الجسمي. بالظبط تمام. طب في نقطه مهمه بقى هنا، الطالب بيسال يقول لك طب هو انا انه نمط من الاربعه دول؟ أيوة. او احنا انه نمط من الاربعه دول؟ لا، هي الشخصيه بالظبط مش نمط من الانماط دي اعزائنا الطلاب، مزيج. ده هنا هيبوكرات بيقول ايه بقى، الشخصيه السويه المعتدله هي ايه؟ قال لي هي مزيج من الاربع انماط دول، يعني توازن الاربع انماط دول مع بعض. يعني بمعنى اصح كل صفه من الصفات الجيده في نمط من الانماط تتجمع في شخص واحد، يبقى دي الشخصيه السويه. يبقى اذا الشخصيه السويه من راي هيبوكرات هي مزيج من الانماط الاربعه. طيب فرضنا ان مفيش مزيج دوت عند شخص من الاشخاص، لكن مزاج من الامزجه او نمط من الانماط تغلب عليه، قال لي في الحاله دي بتبتدي تظهر بقى اضطرابات الشخصيه وسط امراض. ما هي بقى اضطرابات بقى، قلق، توتر، اكتئاب. بالزبط. المهم دي اسمها اضطرابات شخصيه. امتى تحصل اضطرابات الشخصيه؟ لو تغلب نمط من الانماط ديت على شخصيه الفرد، يعني ما بقاش في مزيج من الاربع انماط دول. لو في مزيج من الاربع انماط دول الشخصيه اصبحت شخصيه معتدله فيها سواء، تبقى دي الشخصيه اللي هي اللي بنقول عليها شخصيه ايه، يعني متوسطه، ليه السواء معتدله. بس محمد انا افهم من كلام حضرتك كده ان مفيش انسان او شخصيه هي في قالب جامد، لا اما سوداوي لا اما صفراوي لا اما دموي لا اما بلغمي، لا هي بنقول حضرتك تفضلت وقلت والمنهج بتاعنا بيقول ايه، بيقول ان هي مزيج من الاربعه. ده السوية يعني ده السوية بالظبط كده. لكن ممكن نمط يغلب على شخص معين. ايوه بالظبط، يبقى بيتميز بان هو نمط صفراوي او دموي او بلغمي. اللي اصبح هنا في قالب جامد، انا على طول متشائم، لان اخلاقي يا استاذ محمد انا ممكن اكون انسان مرح، لكن هل بقى على طول عمري وطول يومي انا مرح؟ لا لا، اكيد هيجيلي اوقات ساعات بيبقى في حاله تشاؤم، متضايق من حاجه، عندي خمول. لازم كلنا بنمر بالاربع انماط دي او بالاربع سمات كلها على بعضيها، سواء الجانب الايجابي منها او الجانب السلبي منها. ولكن حضرتك تفضلت وقلت ايه، ان الشخصيه السويه، والكلام ده قاله بكرات، الشخصيه السويه هي مزيج من الاربعه اللي هي بتغلب عليها السمات او الخصائص الايجابيه، تبتعد عن السمات او الخصائص اللي هي بنسميها سلبيه. تمام. وفي حاله ما تغلب نمط زي ما قلنا استاذ ايمن بتظهر بقى هنا الاضطرابات والامراض النفسيه. بالظبط. طيب طبعا زي اي نظريه من نظريات اعزائنا الطلاب بتتعرض لبعض الانتقادات. ايه هي الانتقادات اللي اخذت على نظريه هيبوكرات اللي هي نظريه الانماط؟ قال لي ان هو تجاهل الفروق الفرديه اللي موجوده بين الافراد. احنا عارفين طبعا ان الفروق الفرديه الاختلافات اللي موجوده بين الافراد دي حاجه اساسيه،
هو ما جابش سيره موضوع ان في اختلافات بين افراد، لا ده للشخصيه السويه مزيج من الاربع انماط دول والاربع امزجه دول. طب مش في اختلافات؟ ما احنا ممكن نلاقي واحد عنده مثلا سهل الاستثاره بس بدرجه اعلى او درجه منخفضه بالظبط. واحد مثلا يكون اجتماعي، واحد انطوائي، واحد بس بدرجات، فدي اختلافات او فروق فرديه. هو ما جابش يعني لم يذكر الفروق الفرديه اللي موجوده بين الافراد. يمكن دي من المآخذ اللي اخذت على النظريه بتاعت هيبوكراط. تمام استاذ محمد، انا ممكن اقولها بمعنى تاني او انا افهم من حضرتك بمعنى اخر، ان انا عندي هيبوكراط حدد الشخصيه لا اما شخصيه سويه لا اما غير سويه، يعني اصبح نمطين بس من الشخصيه. العلم الان بيقول، علم النفس بيقول ان انواع الشخصيه كثيره جدا جدا، ما اقدرش اقول ان هي قالبين لا اما انسان كويس لا اما انسان وحش، او بالعلم بقى بتاعنا او المنهج بتاعنا نقول ايه، لا اما سوي. هو نمط من الانماط الاربعه بالظبط. ما فيش حاجه اسمها سوي او غير سوي، ما تحددش كده بس، لكن انا عندي السوي درجات وغير السوي برضه درجات، ما فيش حاجه اسمها شخصيه سويه او غير سويه فقط، لكن في انماط كثيره من نمط الشخصيه. تمام، اللي هي الاختلافات او الفروق الفرديه. بالظبط بالظبط. في بعض الاسئله معانا يا استاذ ايمن موجوده بقى على شخصيه الانماط، واحنا يعني يمكن قعدنا لكم النهارده اعزائنا الطلاب مجموعه من الاسئله اللي هي اسئله اختار من متعدد مع التعليل على الجزء دوت، بحيث ان انت يبقى عندك برضو فكره عن الاسئله ديت اللي هي وردت في الامتحان اللي هو النظام الجديد اللي هي كراسه الاجابه بتاعه الثانويه العامه اللي هم بيطلقوا عليها اسم البوكليت. فعشان تتدرب على الاسئله ديت معانا مجموعه من الاسئله. لو جينا بصينا يا استاذ ايمن في السؤال الاول، يقول نظرية الأنماط من أقدم النظريات التي حاولت فهم الشخصية، أكد صدق العبارة، تعتمد نظرية الأنماط في تفسيرها للشخصية على ربطها بالجوانب الفسيولوجية، أكد صدق العبارة، علل صحة أو خطأ العبارة. طبعا الصيغة الثانية للسؤال فسر ذلك، نفس السؤال. والسؤال اللي بعد كده ميز بين الأنماط الأربعة للشخصية عند هيبوكراط، ويمكن السؤال الأخير دوت جه في البوكليت يا أستاذ أيمن، ميز بين الأنماط الأربعة للشخصية عند هيبوكراط وهكذا. طيب في مجموعه اسئله تانية اتفضلوا اسالوا بقى معانا. استاذ محمد هنا ظهر سؤال تاني بيقول الى اي مدى تتفق او تختلف مع نظريه الانماط في تفسيرها للشخصيه؟ والسؤال مش هقول لي بس تتفق او لا، لازم يقول لي اذكر مبرراتك. ايه المبرر بتاعك اللي هو التعليق بتاعنا اللي قلناه في الاخر اللي هو النقد بتاعنا الموجه. تمام، عندنا في سؤال اخر بيقول حدد انماط الشخصيه عند هيبوكراط في ضوء ما درست. تمام، حدد انماط الشخصيه عند هيبوكراط في ضوء ما درست. في سؤال بيقول قسم هيبوكراط الشخصيه لاربعه امزجه عامه، اكد صدق هذه العباره، او السؤال بصيغه ثانيه علل صحه او خطا العباره، او بصيغه ثالثه فسر العباره. ما الشخصيه السويه في راي هيبوكراط؟ ده الجزء اللي هو بعد الامزجه والانماط بالظبط، اللي هي بيبقى فيها توازن الامزجه الاربعه. تمام، وهكذا. ما النتائج المترتبة على تغلب أحد الأمزجة على الأخرى في نظرية هيبوكراط؟ طبعا بنقول بتظهر الاضطرابات والأمراض النفسية. حدد الأنماط الانتقاد التي وجه إلى نظرية هيبوكراط اللي هي نظرية الأنماط، الانتقاد اللي هو النقد للفروق الفردية وهكذا. مجموعة الأسئلة بقى اللي أنا يمكن قلتها للطلبة اللي يختار الإجابة الصحيحة مع التعليل، نمط الشخصية الذي يتميز بالطموح وحدة الطباع والغضب هو ألف النمط السوداوي، ب النمط الصفراوي، ج النمط الدموي، د النمط البلغمي. طبعا دي بقى اللي هي نظام الاسئله ايمن اللي هو عايز الطالب يكون فاهم ويقدر يشوف انه نمط من الانماط الاربعه اللي بيتميز بهذه الصفات. بيعمل دايره طبعا زي ما بيقولنا في الامتحان، بيعمل دايره على الاجابه الصحيحه وبعد كده بيشرح النمط دوت. تمام، في اسئله تانية كتير صح وخطا يا استاذ ايمن، اختر الاجابه الصحيحه مع التعليل برضو. نمط الشخصية الذي يتميز ببطء التفكير وقوة الانفعال ومنطوي هو النمط الدموي، النمط السوداوي، النمط الصفراوي، النمط البلغمي. يبقى برضو هنشوف النمط اللي بيتميز بهذه الصفات واشرح النمط دوت بالتفصيل. تمام، طبعا انا مش جايب كل الصفات، هي بعض الصفات وهو يكمل بقية الصفات عشان يبقى هو دوت التعليل بتاع الجزئية بالظبط وهكذا. طبعا لسه في اسئلة تانية يا استاذ ايمن اتفضل. في عندنا سؤال بيقول اختر الاجابة الصحيحة مع التعليل، نفس الانماط الاسئله بتاعت العباره صح ام خطا مع التعليل كانت الاول موجوده عندنا بس ده اختياري. هنا بيقول نمط الشخصيه الذي يتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط هو الف النمط الدموي، ب النمط السوداوي، ج النمط الصفراوي، د النمط البلغمي. طبعا الطالب هنا بيختار وبعد ما بيختار بيبدا يعلل. تمام، في سؤال اخر بيقول اختر الاجابه الصحيحه مع التعليل، نمط الشخصيه الذي يتميز بالخمول والتبلد الانفعالي هو
النمط الدموي، النمط السوداوي، النمط الصفراوي، النمط البلغمي. تمام. احنا كده يا ايمن ادينا للطالب مجموعه من الاسئله اللي هي اختيار من متعدد مع التعليل، وكده ده اول نظريه من نظريات تفسير الشخصيه. يمكن احنا قلنا عندنا اربع نظريات بتفسر الشخصيه: نظريه الانماط بتاعت هيبوكرات، وعندي نظريه التحليل النفسي، وعندي نظريه اخرى اللي هي نظريه الانسانيه. هنشوف معانا بقى النظريه الثانيه يا ايمن، وهي نظريه التحليل النفسي من النظريات اللي بتفسر الشخصيه. تمام. دي مجموعه من نظريات بتنتمي الى اللي هو التحليل النفسي. من اشهر النظريات ديت اللي هي نظريه التحليل النفسي بتاعت فرويد يا ايمن. تمام. النظريه ديت يمكن بتركز على حاجات مهمه جدا بتاثر على شخصيه الفرد وعلى سلوك الفرد اعزائنا الطلاب. فلو جينا بصينا لنظريه التحليل النفسي، بتركز على اللي هي خبرات الطفوله اللي بيمر بيها الانسان، دي بيقول لها تاثير مهم جدا على الشخصيه. غير خبرات الطفوله بتركز على الدوافع اللاشعوريه في سلوك الفرد. مش بس الدوافع اللاشعوريه، ده بتركز على الاحباطات والصراعات، بتركز على ميكانيزمات الدفاع اللي هي الحيل الدفاعيه في طرق التغلب على الاحباط او طرق التغلب على القلق والصراع والتوتر. لو جينا نلاحظ يا استاذ ايمن، الشخصيه ديت اللي هي اسمها تحليل نفسي، ده اتجاه في علم النفس او نظريه في علم النفس بتقول لي ان اللي بيأثر على شخصيه الانسان واللي بيبقى مؤثر على سلوكه وتصرفاته مع الاخرين هي الخبرات اللي بيمر بيها في مرحله الطفوله. تمام. يمكن حتى الطالب لو هو مركز كويس هيفتكر الجزئيه ديت كان يمكن خد اشاره ليها في سنه ثانيه ثانوي. تمام. في مدارس علم النفس بالظبط، مدارس التحليل النفسي. ايوه. كان يعني بيقول لك ان خبرات الطفوله المبكره، اول مرحله من حياه الانسان اللي هو اول 6 سنين، ليها تاثير مهم جدا على شخصيه الانسان في مختلف مراحل حياته. وده نفس الجزئيه اللي بتقولها لنا نظريه التحليل النفسي هنا، ان الخبرات اللي الانسان بيمر بيها في السنوات الاولى في حياته اللي هي مرحله الطفوله بتبقى تاثر وليها تاثير مهم جدا على شخصيه الانسان بعد كده، حتى لما يبقى انسان ناضج كده ويبقى شاب ويبقى في مرحله الرشد. مراحل حياته كلها متاثره بايه؟ بالخبرات. مش بس كده يا استاذ ايمن، في عندي دوافع لا شعوريه. طبعا يمكن كان فرويد وضح لنا الدوافع اللا شعوريه ديت، دي ليها تاثير مهم جدا في سلوك الانسان وبالتالي بتنعكس على شخصيه الانسان بعد كده. تمام. الانسان في حياته بتواجهه احباطات وبتواجهه صراعات، دي برضه بتوجه السلوك وبتاثر على الشخصيه. طب يا استاذ ايمن، احنا لما نيجي نبص كده على الانسان لما بتواجهه احباطات وصراعات، قال لي في حاجه اسمها حيل دفاعيه او ميكانيزمات دفاع. ميكانيزمات الدفاع ديت ان انا بقدر ان انا اواجه بيها الاحباط والصراع عشان اخفف من حده التوتر والقلق. ويمكن احنا هناخد ميكانيزمات الدفاع دي في الباب الثالث دوت، بس لسه في الفصل الثالث او في الفصل الثالث، فمش هنشرحها بالتفصيل دلوقتي عشان هتشرح لك بعد كده. تمام. فبالتالي يا استاذ ايمن، هنا يمكن ده التحليل النفسي للشخصيه. يا استاذ محمد، افهم من كلام حضرتك كده ان التحليل النفسي عايز يقول لي ان خبرات الانسان اللي بيمر بيها او تاريخ حياته الماضي بيكون شخصيته. وكتير جدا من الناس يمكن عارفين الكلام ده، بس علم النفس هنا او اي علم بيظهر الكلام ده. مفيش عالم في دنيا استاذ محمد بيالف قوانين او بيقول قوانين، لا ده كلام ده واقعي هو بس بيظهره لينا. بالفعل الانسان العادي لما اقول له هل حياتك القديمه دي تاثر فيك، يقول لي طبعا شيء طبيعي يا استاذ، انا مريت بخبرات قديما بتاثر على شخصيتي. استاذ محمد، كثيرا بنجد بعض الاشخاص عندهم سلوكات معينه زي العدوانيه مثلا، ولما تساله بتعمل كده ليه يقول لك مش عارف. يعني مثلا كثير من الطلبه عندنا بالذات في مرحله الابتدائي والاعدادي بتلاقي بيضرب مثلا زمايله، بيعتدي عليهم. طيب هل هو عايز يعني عايز ياخد حاجه؟ يقول لك هو بيعمل كده بدون اي هدف. طب ليه؟ هنا بقى علم النفس بيتدخل ويشوف بقى الخبرات اللي الانسان مر بيها اللي في النهايه كونت شخصيته واصبحت شخصيه عدوانيه. يبقى بالفعل تاريخ الانسان الماضي او حياته الماضيه بتؤثر عليه بشكل لا شعوري. واحيانا الانسان ممكن ياتي بعض السلوكيات الذي لا يرضى هو بها عنها، ولكن في النهايه دي تعتبر استاذ محمد يمكن تفضل وقال عباره عن حيل دفاعيه، يعني حاجات لا شعوريه بعملها عشان اتغلب على ممكن الاحباط اللي عندي او الصراع اللي عندي. يبقى نظريه فرويد هنا عايز يقول لنا ان الخبرات القديمه بتؤثر في شخصيه الانسان، وده بيكون جانب لا شعوري من الانسان. طب اللي عين استاذ محمد العالم بتاع النفس لما يحب بقى يعرف الاشياء دي هيعرفها ازاي؟ دلوقتي انا بقول خبرات مريت بيها كونت او حددت شخصيتي.
طب هل في خبرات في الدنيا الانسان ممكن يمر بيها تاثر في شخصيته؟ طبعا بنقول اه. اللي هي الخبرات ايه؟ الخبرات الماضيه. يبقى الصراعات وايضا الاحباطات اللي ممكن الانسان يتعرض اليها ممكن تاثر في الشخصيه. ولذلك هنا بنقول ان الطاقه النفسيه كمحرك اساسي للسلوك والحيل والميكانيزمات الدفاعيه بتؤثر في توجيه الانسان لمواجهه القلق اللي ممكن يحدث له. امراض الانسان النفسيه منها القلق، منها الصراع، منها الاحباط، دي كل اشياء بتاثر على سلوك الانسان. لكن استاذ محمد في جزئيه هنا مهمه قوي. بكلام سيجموند فرويد هنا يبقى انا توجهي او نظريتي اللي فهمتها من سيجموند فرويد ان الحيل او الحاجات دي كلها حاجات نفسيه بس بتشكل الشخصيه. مفيش بقى هنا وجهه نظر تانية تقول لي ان ممكن البيئه او المجتمع او التنشئه تاثر. استاذ محمد طبعا في توجهات حديثه للنظريه ديت عند عالم اخر طبعا من علماء نفس النظريه، نظريه التحليل النفسي، اللي هو إريكسون، وعالم اخر هورني. دول لهم توجهات حديثه في ان هم اكدوا على المتغيرات البيئيه دي برضو ليها دور في تحديد الشخصيه. التعامل، طريقه تعامل الوالدين معاك في مرحله الصغر دي برضو ليها تاثير على الشخصيه. فاصبح هنا ما اكتفاش اللي هم نظريات او علماء نظريه التحليل النفسي بالدوافع اللاشعوريه في تاثيرها على سلوك الفرد وعلى شخصيته او القوى النفسيه فقط، ولكن ابتدى التوجهات الحديثه عند إريكسون وهورني بتقول ان في تفاعلات بتتم مع البيئه دي بتنعكس على شخصيه الانسان. تفاعلات بتتم في البيئه، يعني حصل لك موقف من المواقف في علاقتك الاجتماعيه مع الاخرين، مريت بتجربه مثلا في المدرسه، التجربه دي سابت اثر عندك واثرت على شخصيتك. تمام. طريقه تعامل الوالدين مع الطفل الصغير، طريقه التنشئه الاجتماعيه التربيه دي برضو بتنعكس على شخصيته. خلاص ما اصبحش بقى هنا معاملين السلوك والشخصيه على اثر الدوافع النفسيه فقط هي بالزبط. اللي بتاثر على الشخصيه. لا، اصبح في هناك تاني متغيرات اجتماعيه اخرى في طريقه تربيه وتنشئه اجتماعيه دي برضو بتاثر على شخصيه الانسان او بتنعكس على سلوكه، وده بالتالي بيأثر على شخصيه الانسان. تمام. فده يعتبر بعض التوجهات الحديثه في النظريه بتاعه التحليل النفسي. تمام. يعتبر ده سمحت كده كانها اضافه ليها. تمام بالظبط. يعني تمام. هنا هنطلع بنقطه مهمه جدا كده يا سعيد، ان ما اصبحش نظريه التحليل النفسي بتركز على الدوافع اللاشعوريه وعلى الطاقه النفسيه فقط في تحريك السلوك وفي الشخصيه، ولكن اصبح هناك بعض متغيرات اجتماعيه وطريقه التعامل مع الوالدين لها تاثير على شخصيه الفرد في حياته. ودي يعني بنقول ايه توجهات حديثه. معنى ايه كلمه توجهات حديثه عزيزي الطلبه؟ يعني مثلا النظريه اللي بدات في البدايه بالتحليل النفسي عند بعض العلماء زي سيجموند فرويد وغيره، يجي بعد كده اللي هم تابع المدرسه ديت اللي هي مدرسه تحليل نفسي بعض العلماء، فيجوا بعض العلماء يكون مؤيدين النظريه يا استاذ ايمن. تمام. بس بيزودوا بعض النقاط، يعني هو يقول له لا، هو ما نكتفيش بموضوع اللاشعور او ما نكتفيش بالطاقه النفسيه بس، لا ده في ممكن بعض العوامل الاخرى المتغيره اللي بتاثر على شخصيه الانسان زي البيئه، زي التربيه اللي هي المتغيرات الاجتماعيه وهكذا. بالظبط. دي برضو بقى لها دور في التاثير على شخصيه الفرد. يبقى اصبح نظريه التحليل النفسي ومعاها برضو التابعين ليها اللي هم يعتبروا برضو بعض التوجهات الحديثه لقت دور للمحددات الاجتماعيه في تاثير على الشخصيه. بس محمد اقدر هنا الشخصيه ليها جانبين، جانب نفسي وجانب اجتماعي. التحليل النفسي بيقول ان الجانب النفسي هو الاساس. تمام. لكن بنقول لا ننكر دور المجتمع، وكلمه مجتمع يعني التنشئه الاجتماعيه في تحديد شخصيه الانسان. لذلك بنقول علم الاجتماع وعلم النفس لا نقدر ان نفصل بينهما، الاثنين لهم تاثير على بعضهم البعض، وكثير من علماء النفس هم علماء اجتماع والعكس برضه صحيح. تمام. هو يمكن فرويد دايما هو طبعا خرج بالنظريه بتاعته ديت من خلال دراسته للمرضى النفسيين، لانه اصلا كان فرويد طبيب نفسي فكان بيعالج المرضى النفسيين. فطبعا من خلال علاجه المرضى النفسيين اكتشف دور الدوافع اللاشعوريه واللاوعي واللاشعور والطاقه النفسيه الغريزيه والدوافع المكبوته والكلام ده كله. وهو ده يمكن هو كان بيقول لنا ان اللي بيوجه سلوك الفرد هو غرائز ودوافع فطريه لاشعوريه بالإنسان مش على وعي تام بأهدافها الحقيقية. ويمكن هو ده السبب الرئيسي إن أنت اسمها تحليل نفسي، لأنه هو كان بيعمل إيه؟ بيعالج المرضى النفسيين، فبالتالي كان بيقوم بعملية إيه؟ تحليل نفسي. بيقوم بعملية تحليل المريض اللي قدامه دوت من الجانب النفسي، ويشوف إيه اللي بيأثر في سلوكه واتجاهه عشان يبدأ يقدم العلاج، وبناء عليه ابتدى إن هو يبني النظرية بتاعته وهكذا. طيب
عشان كده استاذ ايمن يقول لك ان النظريه باختلاف توجهاتها، سواء كان اللي هم نظريه التحليل النفسي القدامى او الاتجاه الحديث، كلهم بيعتمدوا على وسائل بحثيه ودراسيه في الشخصيه دي. تمام. بيستخدموا مناهج. كلمه وسائل بحثيه يعني ايه؟ المناهج اللي بيستخدموها في تحليل الشخصيه. قال لي بيستخدموا منهج الاستبطان، بيستخدموا منهج زي التداعي الحر، منهج زي اللي هو بيحلل الافكار، واخد بال حضرتك؟ فيمكن دي بعض المناهج، ولسه طبعا يا استاذ ايمن المناهج دي عايز تقول. اتفضل. طيب تسمح بدل ما نقول، خلي بالك ان عمليه كده هو للملاحظه، انا بلاحظ اشياء. يبقى احنا قلنا النهارده في بدايه الحلقه بتاعتنا ان الملاحظه احد وسائل او ادوات البحث بتاعنا او المناهج بتاعنا. طب انا عندي هنا بنقول الاستبطان، والطالب عارف كلمه الاستبطان معناها او اختصار كلمه استدلال اشياء باطنيه، لذلك دي جت منها كلمه الاستبطان، او وصف الفرد لما يدور بالظبط. يبقى الشخص هنا يبدا يستنتج اللي كان حصل. بيبدا كثير من الطلبه يمكن يشوف بعض الافلام والتمثيليات اللي هو الدكتور النفسي او الطبيب النفسي بيبدا يقعد المريض على شيزلونج او على كرسي ويبدا يقول له ايه، احكي لي اللي بيدور في ذهنك او اللي حدث لك في الماضي. يبدا يقول له بقى في الموقف الفلاني حصل كذا وانا عملت كذا وحصل مش عارف ايه، ويبدا بيحكي. بيبدا يستبطن، يستنتج الذكريات بتاعته اللي حصلت قديما، وكان ساعتها رد فعله كان ايه. لان انا دلوقتي قلت والنهارده في الحلقه قلنا ان في بدايه الانسان وحياته الاولى محدش يقدر يعرف اللي الانسان مر بيه الا واحد بس، هو الشخص ذاته. لذلك بنقول الاستبطان احد المناهج المستخدمه في هذا التحليل النفسي. ايضا الاستدعاء الحر، انا بستدعي بفتكر اللي انا مريت بيه قديما. عشان ايه؟ عشان نخلي بالنا ان كلمه استدعاء حر هنا في احيان الانسان ممكن يتذكر بعض الاشياء القديمه ولكن لا يعلمها الا الشخص ذاته. يبقى اصبح هنا ده حريه تامه انا بقول. ولذلك ممكن الانسان، احنا يمكن في منهج ثانيه ثانوي ممكن الانسان يكذب علي، لكن ده المتاح ليا. سيجموند فرويد واخد نظريه ان الخبرات القديمه او الانسان قديما ممكن يؤثر على تكوين الشخصيه. دي نظريه احد النظريات الموجوده عندنا. ايضا التحليل المنطقي للذكريات، هو دلوقتي لما نقول انا حصل كذا وعملت كذا، انا كباحث بقى او كعالم، هو اللي بيقوله ده منطقي؟ ما هو ممكن المبحوث دلوقتي اللي انا ببحثه او بحاول اعالجه ممكن يقول حاجه غلط. طب دلوقتي اللي غلط ده بيقول حصل كذا فانا كان رد فعلي كذا، هل هو ده منطقي؟ يبقى لازم اكتشف انا ايه الخطا اللي موجود هنا. ده اسمه التحليل المنطقي للذكريات. والافكار في دراسه الشخصيه والحكم عليها، انا بقى الفكر بتاع الشخص ده ايه؟ انا فكرتي عنه اصبحت ايه؟ الفكره هنا معناها حددت المرض اللي عنده كذا، المرض النفسي، ثم تقديم حلولي المقترحه ليه كذا. ممكن يتعالج ممكن لا يتعالج. الموضوع يا استاذ محمد مش موضوع جلسه ويتعالج فيه، لا، ده ممكن يحدث احيانا احدى الجلسات او جلسات كثيره جدا. العلم النفس مش من الامور السهله، وبالذات كمان يا استاذ محمد دراسه الشخصيه والامراض النفسيه من العلوم اللي هي الهامه جدا. لا نمجد في العلم بتاعنا، لكن بنقول ده واقع فعلي. دراسه الشخصيه من الامور الصعبه جدا لانها شيء غير ملموس او غير محسوس، هي امور مجرده صعب الدراسه فيها ولكن ملوش استحاله الدراسه فيها. تمام. يبقى دي يمكن دي يا استاذ ايمن دي اهم الاشياء اللي بتعتمد عليها نظريه التحليل النفسي. تمام. عشان تحلل الشخصيه وعشان تقدر تفهمها. هو يعني يمكن احنا قلنا في الاساس ان سيجموند ده كان فرويد كان طبيب نفسي، فبالتالي كان عشان يدرس الشخص اللي قدامه ويقدر ان هو يعالجه لازم يستخدم هذه الوسائل، وهي الاستبطان والتداعي الحر للافكار وتحليل الذكريات، عشان يقدر ان هو يوصل او الخلل اللي موجود عند الشخص دوت عشان يقدر يعالجه. تمام. وهكذا. تمام. كده اعزائنا الطلاب احنا خدنا شخصيه او نظريه اخرى من نظريات تفسير الشخصيه، وهي نظريه التحليل النفسي. طبعا عندنا نظريه اخرى وهي النظريه السلوكيه. النظريه السلوكيه ديت طبعا في دايما هنلاحظ هنا لما اقول للطلبه النظريه السلوكيه بتتكلم عن ايه، هنلاحظ ان كل نظرية بيبقى ليها اختلاف عن النظرية اللي قبليها. بتنظر للشخصية من منظور مختلف. تمام. من زاوية معينة. يعني احنا قلنا في الاول نظرية الانماط بتاعت هيبوقراط بتربط بين الجانب الفسيولوجي والشخصية. نظرية التحليل النفسي بتنظر الى الدوافع اللاشعورية والطاقة النفسية. تمام. وخبرات الطفولة. النظرية السلوكية بتنظر للشخصية من انه زاوية من انه جانب. بيقول لي أستاذ أيمن في الشخصية في النظرية السلوكية ديت إن الشخصية عبارة عن إيه؟ مجموعة من العادات المكتسبة والمتعلمة، ده وفق لقوانين التعلم.
شفت احنا خدنا بقى في طريق تاني خالص. احنا كنا بنتكلم عن دوافع نفسيه ولا شعوريه، وقبلها بنتكلم عن مجموعه من العوامل الفسيولوجيه على كتب الشخصيه. احنا هنا بقى خلاص، ده احنا روحنا في منطقه تانيه خالص. بالظبط. الشخصيه هي ايه؟ انا ماليش دعوه بكل اللي بيقولوا دول، لا ليا دعوه بدوافع داخليه ولا اللي بيتم في المخ ولا كل ده. انا ليا ايه؟ انا ليا سلوك ظاهر. انت اتعلمت ايه؟ انت اكتسبت ايه؟ وايه اللي انت بتعمله اللي انا هقدر اشوفه؟ يعني اسالني دلوقتي، انا عايز اركز على السلوك اللي انت بتعمله وانا شايفه. الملاحظ، انا هشوف دلوقتي سلوكك هو ده اللي بناء عليه احكم على شخصيتك. بالظبط، ادرسه اي سلوك. ماليش دعوه ايه اللي بقى اللي بيدور في دماغك من جوه، ماليش دعوه بالحاجات الداخليه اللي بتحصل لك جوه. لا، انا ليا ايه؟ سلوك. السلوك ده جه من خلال ايه؟ من خلال التعلم. انت اتعلمت حاجات معينه من البيئه اللي انت عايش فيها. بالظبط. وتعلمتها واكتسبتها من خلال قوانين التعلم اللي احنا يمكن عرفناها ودرسناها في الباب الاول، نظريه التعلم. فبالتالي اللي انت اتعلمته ده وسلوكك اللي انت هتعمله واللي انا هقدر اشوفه وكل الناس هتقدر تشوفه هو ده اللي هيحدد لي شخصيتك. يعني انت في موقف يا استاذ ايمن، جيت في موقف من المواقف ولقيتك سلكت سلوك معين، انا احكم على شخصيتك بناء على السلوك دوت. بالظبط. اللي دار في دماغك انا ماليش دعوه بيه، واخد بالك؟ الحاجات الداخليه اللي عندك ماليش دعوه بيها. تمام. انا ليا دعوه بايه؟ بالحاجه اللي انا شايفها بعناية. عشان كده بتركز على ايه؟ ان السلوك الملاحظ اللي انا هقدر اشوفه هو دوت اللي هيحدد لي شخصيه الفرد. طبعا يمكن من النظريه السلوكيه ديت برضو من اللي مؤسسيها واتسون. تمام. عشان كده زي ما ظهر قدامنا على الشاشه ان السلوكيه بتنظر الشخصيه انها عباره عن ايه؟ عادات مكتسبة، يعني متعلمة، اتعلمتها وفقا لقوانين التعلم. انت اتعلمت تعمل ايه، سلوكك ايه، العادات السلوكيات اللي انت بتعمل. عشان كده لما يجوا يحكموا على الشخصية قال لي بيركزوا على السلوك الظاهر اللي انا اقدر اشوفه وانت تقدر تشوفه، كلنا نقدر نشوفه. انت بتاكل، بتشرب، بتتصرف، رد فعلك ايه، هو ده السلوك الظاهر اللي انا اقدر اشوفه اللي يمكن ملاحظته ويمكن قياسه. ماليش دعوة بقى، بيقول لك بغض النظر، يعني انا ماليش دعوة باللي بيحدث داخل الفرد، دي حاجات داخليه انا ماليش دعوه بيها، ماليش علاقه بيها، وبخاصه ما يحدث داخل العقل. مش بس كده يا استاذ ايمن، ده وصل ان واتسون ابتدى ان هو يعمل ايه؟ ان يقول لك انا ماليش علاقه بالعوامل الوراثيه كمان. والوراثه ما بتاثرش في الشخصيه، ده دي رايه. وجهه نظر. واخد بالك؟ نظريه. رفض تاثير العوامل الوراثيه على الشخصيه. ازاي؟ يعني العوامل الوراثيه؟ قال لك انا ليا سلوك ظاهر متعلم مكتسب من البيئه، ومن خلال التعلم واللي انت اكتسبته من البيئه والسلوك اللي انا هقدر الاحظه ملاحظه واقعيه وادرسه هو دوت اللي هيحدد لي شخصيه الفرد. لكن مش بس كده يا سعيد، زي ما حصل في نظريه التحليل النفسي وجي بقى بعد كده المحدثين غيروا برضو الراي شويه عند نظريه السلوكيه، جه بعض الافراد اللي برضو كان لهم وجهه نظر مختلفه شويه عند واتسون وهكذا. لو سمحنا نخلي بالنا هنا من جزئيه مهمه جدا. هنا بنقول النظريه السلوكيه، السلوكيين من امثال ساكنر ودولارد وميلر بيقولوا ان هنا عندنا ممكن يتاثر الانسان احيانا ببعض الاشياء، وهنا بنقول عوامل وراثيه والدوافع ممكن ان تؤثر بشكل ممكن يكون سلبي او ايجابي. يبقى نخلي بالنا اعزائنا الطلبه هنا، دي كلها وجهات نظر او رؤى او زوايا بدرس بيها الشخصيه. فممكن من احيانا يدرس الشخصيه من خلال جانب معين كالجانب الجسمي، ممكن من جانب اخر الجانب النفسي، وممكن من جانب اخر وهو الجانب اللي قدامي اللي هو ظاهر وهو السلوك الظاهر اللي ممكن اقيسه وممكن الاحظه. لذلك قلنا ان احنا عندنا واتسون يمكن رفض محمد تفضل وقال الجانب الوراثي خالص، لكن في علماء اخرين برضو تبع نفس الاتجاه قالوا لا، ده انا عند الوراثه ليها تاثير والدوافع ليها تاثير. اعزائنا الطلبه، لما نقول وجهات النظر او نظريات الشخصيه مش بنقول نظريات ودي صح ودي غلط، لا، المفترض باذن الله لما نكمل كل النظريات هنجد ان النظريات كلها تستخدم ومستخدمه في علم النفس، ولكن ما اقدرش اعتمد على نظريه واحده في دراسه الشخصيه، لكن من نظريات الشخصيه او زوايا دراسه الشخصيه. هي مدارس يا استاذ ايمن. ايوه بالظبط. ويمكن كل مدرسه يبقى لها اتجاه ليها رؤيه وليها وجهه نظر، فدي وجهات نظر بتتم من خلال دراسات وملاحظات وهكذا. تمام. يعني هو معنى كده ان لما جه سكينر ودولارد قالوا لا، ده العوامل الوراثيه ليها دور، دوافع الفرد ليها دور في تاثير شخصيته، يبقى معنى كده ان سكينر غلط، ان واتسون غلط؟ لا طبعا مش غلط. بس يعني هم بيقولوا الشخصيه هي سلوك اكتسب وتعلم وقدرت ان انا الاحظه، لكن ما يمنعش ان الوراثه بيبقى ليها دور في الشخصيه، دوافع ليها دور، ما يمنعش ان دوافع الفرد ليها دور بتاثر. طبعا. لكن برضو السلوك اللي انا اكتسبته من البيئه اللي انا اتعلمته وفق قوانين التعلم
اللي ملاحظ انا اقدر اشوفه وانت تقدر تشوفه وكلنا نقدر نشوفه، هو دوت اللي بيشكل شخصية الفرد. لكن في جانب اخر الوراثة بتأثر فيه. تمام. وده طبعا يا استاذ ايمن يعني مفيش اي تناقض، ده دوت يعني يمكن كلام فيه قدر كبير جدا من الصحة. ان شخصيتي بتتشكل وفق اللي انا اكتسبته وتعلمته وطرق التعلم، لكن بيبقى في بعض الاشياء اللي بيتحكم فيها الناحية الوراثية. بالظبط. يعني الشخصية برضو ليها جانب اخر وراثي، فلم ينكر الجانب الوراثي زي ما انكروا مين؟ انكروا واتسون. انما في البداية في الاول خالص النظرية دي كانت بتركز على حاجة واحدة بس. طبعا. اللي هي ايه؟ البيئة اللي انا اتعلمته واللي انا اكتسبته والسلوك الظاهر اللي انا اقدر اشوفه ولاحظه. تمام. واخد بال حضرتك؟ قال لي بقى لو في عمليات بتتم داخل العقل انا ماليش علاقة بيها. تمام. جه واتسون قال العمليات الوراثية انا ماليش علاقة بيها. تمام. لكن جه سكينر ودولارد قال لك لا، يعني برضو الوراثة ليها دور، الدوافع بتاعة الفرد ليها دور في تشكيل شخصية الفرد. تمام. استاذ محمد انا بشبه ان هو المدارس بتاعتنا دي او النظريات بتاعتنا، ان الطالب عنده في ثاني ثانوي وخد كلمه مدارس علم النفس او النهارده نظريات علم النفس، قول بالظبط زي كده مدارس لعب كره القدم. انا عندي المدارس كتيره جدا في لعب الكوره، لكن في النهايه هدفها الوصول الى الهدف. انا عندي المدرسه البرازيليه مثلا المهارات، الايطاليه مثلا الدفاع، الالمانيه ماكينات عايزه لياقه بدنيه، في النهايه دي مدارس. هل بقى البرازيل عايزه تحرز هدف والمانيا مش عايزه تحرز هدف؟ كلهم حرز اهداف. دي كلها مدارس في لعب كره القدم. انا عندي نفس الكلام في علم النفس، دي كلها مدارس بس في النهايه هدفها تفسير السلوك الانساني اللي هو النهارده بنتكلم عنه في شكل شخصيه الانسان. يبقى كلها مدارس او نظريات او وجهات نظر، ولكن في النهايه ولا شيء ده صح وده غلط، كلها مستخدمه وايضا بتتبع في علم النفس. تمام. يبقى احنا كده يا استاذ ايمن تناولنا ثلاث نظريات من نظريات تفسير الشخصيه، نظريه الانماط هيبوكرات، بعد كده التحليل النفسي فرويد، وبعد كده النظرية السلوكية بتاعت طبعا هي علماء كتير بس من أبرز العلماء اللي هو واتسون. عندي نظرية بقى اسمها النظرية الإنسانية، دي النظرية الرابعة ويمكن دي آخر نظرية في تفسير الشخصية عندنا، اللي هي النظرية الإنسانية. النظرية الإنسانية ديت بيقول لي ده يعتبر القوة الثالثة في علم النفس، أو بيطلقوا عليها القوة الثالثة بعد السلوكية وبعد اللي هي نظرية التحليل النفسي. دي قوة ثالثة، يعني دول يعتبروا مراكز قوة كده، نظريات لها مدارس لها ثقل في علم النفس. تمام. فالنظرية الإنسانية ديت بتركز بقى على الطبيعة الإنسانية يا أستاذ أيمن، الطبيعة الإنسانية اللي هو حتى بيقول لك الطبيعة الإنسانية الخيرة، يعني هو عايز يقول لي إن الإنسان بطبيعته بفطرته خير. فهي بتركز على طبيعة الإنسان الخيرة اللي بتقول الإنسان بطبيعته هو إنسان خير، ومش خير بس، ده واعي، يعني فاهم، عارف هو بيعمل إيه، وعارف سلوكه متوجه لفين صح، وان هو دايما طبيعه الانسان الخيره بتوجه السلوك نحو هدف. دي الطبيعه بتاعتك، طبيعه طبعا. الانسان كده من غير طبعا بقى ما يتغير ولا حد يغير ولا حد ياثر عليه. أيوة. هي طبيعه خيره وبتوجه الانسان نحو تحقيق هدف. يبقى دي كده اللي هي النظريه الانسانيه. يبقى النظريه الانسانيه في تحليلها للشخصيه بتركز على ايه؟ على طبيعه الانسان الخيره التي توجهه نحو تحقيق هدف محدد. من ابرز رواد النظريه ديت عالم النفس اللي هو ماسلو، ابراهام ماسلو، ده ابتدى يركز على بعض الموضوعات اللي هي ليها طبيعه انسانيه. ايه الموضوعات؟ تحقيق الذات، خبر حضرتك، الابداع، ما دي كلها موضوعات ليها طبيعه نفسيه. مش بس كده، ده بيركز على ايه تاني؟ على اهداف الحياه، هدفك ايه في الحياه، جوده الحياه، يعني انا عايز اعيش حياه فاضله، حياه خيره، حياه كلها مثلا اشياء جميله، ما هي دي جوده الحياه. تمام. واخد بال حضرتك؟ والوجود بتاعك برضو يبقى وجود جيد، الوجود الشخصي والاجتماعي بالك. فدي كلها حاجات مهمه جدا في ان انا احكم على شخصيتك. تمام. يعني لما الاقيك كده انت انسان مبدع بتجيب لي حاجات جديده وحاجات قيمه وحاجات جميله، لما اليك انت عايز تحقق ذاتك ويبقى مستواك كويس كده وتبقى دايما ان انت متفوق في عملك ودايما انت درجه اولى في العمل واعلى واحد ومستوى، يبقى انت كده بتركز على تحقيق الذات. وايه الهدف من حياتك؟ انت محدد هدف وبتحاول توصل له، هدف خير طبعا، هدف جميل. تمام. يبقى في الحاله ديت دي كلها متغيرات، انا من خلال المتغيرات دي هحكم على حضرتك. تمام. يبقى انا هنا بحكم على الشخصيه من خلال هذه المتغيرات اللي هي تحقيق الذات والابداع واهداف الحياه، كل ديت من خلالها اقدر احكم على الشخصيه. تمام. فهنا اذا الشخصيه بتركز على ايه؟ على الجانب الانساني، عشان كده اسمها النظريه الانسانيه. خبر حضرتك دي مدرسه من مدارس علم النفس. تمام. بيسموها قوه ثالثه. معنى كده ان التحليل النفسي دي قوه، ان السلوكيه دي قوه، وان النظريه الانسانيه دي قوه من قوى علم النفس الثالثه. تمام. ليه بقى؟ طبيعتك ايه؟ بطبيعتك بالتجاه،
ان انت عايز تحقق هدف خير في حياتك، هي دي الطبيعه الانسانيه. تمام. حضرتك ومسلو اللي هو تعتبر من رواد هذه النظريه ابراهام مسلو قال لي ايه؟ قال لي ان دايما الطبيعه الانسانيه كده بتركز على حاجات كلها متعلقه بامور الحياه، بحاجات انسانيه اللي احنا قلناها دلوقتي، تحقيق الذات، الابداع، اهداف الحياه، كل دي هي المتغيرات الاساسيه اللي انا من خلالها احكم على شخصيتك. ادي مثال يا استاذ ايمن كده للطالب عشان يقرب له الفكره ديت كده عليه. اتفضل. لما تلاقي نفسك كده من غير ما حد يقول لك ذاكر، من غير ما حد يقول لك انت لازم تجيب مجموع كبير، من غير ما حد يقول لك لا ما تخرجش وما تلعبش اقعد ذاكر، انت هنا تلاقي لوحدك كده ان انت قاعد تذاكر، ان انت حاطط قدامك هدف، انا عايز اجيب مجموع كبير، عايز اجيب مجموع كويس، عايز ابقى متفوق، عايز ابقى احسن واحد في زمايلي، اجيب اعلى مجموع فيهم. يبقى دي طبيعتك انت من نفسك، يبقى انت كده هي دي المتغيرات اللي انا من خلالها احكم على شخصيتك، ان انت دايما بتفكر حاطط تحقيق الذات، عايز تشوف الهدف ايه من حياتك، انت موجود ليه؟ الطبيعه الانسانيه صحيح هي دي. طيب. بخير. ده النظريه هي اللي بتقول كده، بتقول ان الانسان بطبيعته خير، وان الطبيعه ديت بتدفع الانسان لتحقيق هدف. ده المنطلق من ان انت كل الحاجات دي بتوجهها نحو تحقيق هدف. طيب. هدف في الحياه. وان انت بتركز على حاجات كلها حاجات انسانيه وحاجات حياتيه. طيب. ومن خلال الحاجات الحياتيه اللي انت بتركز عليها ديت اللي احنا قلناها اللي هي بقى اهداف الحياه وتحقيق الذات، انا هقدر ان انا احكم على شخصيتك. تمام. ده يمكن الفكره بتاعه النظريه ومثله بيوضحها لنا في النقطه دي. تمام. استاذ محمد برضو هنا ممكن بعض الطلبه يسالوا سؤال، نظريه مثله تكلم عن الطبيعه الخيره، طب الواقع بيقول ان هناك شخصيات غير خيره، هنقول خلي بالنا الراجل هنا العالم الجليل بيقول ان طبيعه الانسان الطبيعه ان هو خير، ده اساسه ان هو خير، ممكن بقى بعض الظروف الاجتماعية تؤثر عليه، ده الواقع بقى. يبقى هو عايز يقول لي الطبيعة الخيرة للإنسان إنه عايز يعمل ويعمل ويعمل. استاذ محمد لو سألت إنسان مثلا لص، هل تحب تشتغل شغلة ويبقى عندك الشغلة دي ليها مورد كويس ويعيشك حياتك؟ هو جواه عايز، بس ممكن يطلع لي مبررات أخرى، إن أنا عندي فيه أولاد، أو أنا اتعودت على كده، أو أنا ما أقدرش يعني ابتعد عن الشيء دوت. لكن هو جواه مش عايز حد يواجهه وحد يتابعه وحد ياخده يحطه في سجن بعيد عن الناس. اكيد مفيش انسان في الدنيا عايز الشر لنفسه، يبقى من جواه الخير ولكن ممكن يلجأ احيانا الى الشر او الاشياء التي لا يرضى عنها، لكن هو بطبيعته ان هو خير، لان احنا بنقول الانسان فطر على الخير مش على الشر. لذلك يقول بقى الشخصية محمد انا ايه؟ الشخصية الشريرة دي بنقول شخصية مش طبيعية، انسان مش سوي. ليه؟ لانه انسان شرير. الطبيعه البشريه انها خيره وليست جواها الشر، وان كان الشر داخل انسان احيانا ممكن الشيطان ممكن ياثر عليه، ممكن نفس الاماره بالسوء تاثر عليه، ممكن بعض الظروف الاجتماعيه تؤثر عليه، محدش ينكر ده. يبقى اصبح هنا بالفعل الانسان بطبعه خير ولكن قدامه عايز حق ذاته، سواء بقى الجانب السلبي او الجانب الايجابي، ايضا قدامه هدف قد يكون برضه هدف سلبي او ايجابي، لكن في النهايه هو هدفه الاساسي هو الخير وليس الشر. تمام. دايما يمكن هي النظريه ديت برضه بتقول نقطه مهمه جدا، ان الانسان واعي لسلوكه. بالظبط. يعني طبيعته خيره ووعي. يعني ايه كلمه واعي؟ يعني عارف هو بيعمل ايه. طيب هناخد تليفون ده. ايمن اتفضل. محمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك لك. عايزك بس اسال في علم الاجتماع بس. اتفضل يا محمد. ماشي. سؤال بيقول ميز بمثال بين عناصر الثقافة في المجتمع المصري. تمام؟ اتفضل يا محمد. ميز بمثال سمعتك غيره. في المجتمع المصري. ثقافة المجتمع المصري. السؤال الثالث. ها. اتفضل يا محمد. ماشي. ما النتائج المترتبة على عدم توظيف البحث العلمي في الاجتماعي في خدمة قضايا التنمية في مصر؟ تمام. على عدم توظيف السؤال ده على فكره جه لكم قبل كده يا استاذ ايمن، عدم توظيف وسائل البحث العلمي في قضايا التنميه. قضايا التنميه. تمام. يا محمد في اسئله ثانيه؟ ماشي. وضح بمثال انماط التفاعل الاجتماعي. احنا قلناها دلوقتي ايمن لا التفاعل ده التفاعل دوت في الباب الاولاني. الباب الاولاني يا محمد. تمام. التفاعل الاجتماعي اللي هو ده انماط شخصيه مش انماط التفاعل. ماشي. حدد اوجه التلاقي. ده علم نفس. تمام. التفاعل ده علم اجتماعي. فضل. حدد اوجه التلاقي بين علم الاجتماع وعلم النفس في دوم الدرس. اوجه التلاقي بين علم النفس وعلم النفس وعلم الاجتماع في دوم الدرس. طيب. ماشي. في اسئله ثانيه؟
اللي هو المقارنه بس التكيف بين التكيف الاجتماعي والصراع الاجتماعي مقارنه. ده اسئله مباشره كلها يا محمد يعني. يعني حاضر ماشي يا نيل. ماشي بس مفيش مشكله خلاص ماشي ماشي هنقول لك عليها برضه يا محمد. بص يا محمد فكرة. اول سؤال عندي بيقول لي ميز بمثال بين عناصر ثقافه المجتمع المصري. طبعا بص يا محمد انت معروف عناصر الثقافه، عناصر الثقافه اي مجتمع هو يمكن النقطه اللي واقفه معانا فاهم ان انت مثال انت ما عندكش. ايوه بالظبط. طبعا احنا عارفين الثقافه ومكوناتها وعناصرها وهكذا. المجتمع المصري زي اي مجتمع ليه عناصر ثقافه معانا، انت عندك اللغه دي جزء من الثقافه، عندك العادات بتاعتنا، عندك تقاليدنا، عندك مثلا طريقه التحيه، عندك انت مثلا المجاملات اللي بتتم في المناسبات دي كلها ثقافه مجتمع، بلك اللغه والتقاليد والعادات وكل دوت. فلحضرتك انت عايز مثال تميز بين عناصر الثقافه دي. ثقافه المجتمع المصري المعروفه اللي هي العادات والتقاليد واللغه والمنتجات الماديه وغيره من المنتجات، فسيادتك هتعمل ايه؟ هتروح جاي انت تقول ثقافه المجتمع المصري تميز بعناصرها ادي 1 2 3 العادات التقاليد اللغه وهكذا، وتدي له امثله على الثقافه. هو انت يمكن نقطه المثال معايا انما عناصر الثقافه موجوده مباشره عندك وهكذا. ده اول سؤال عندنا. طيب ما النتائج المتردده على عدم توظيف وسائل البحث؟ طبعا يا محمد احنا يمكن السؤال ده اجبناه قبل كده ان انت اعكس اهميه البحث العلمي بالزبط. واخد بالك في تقدم المجتمع دور البحث العلمي. طب احنا ما وظفناش البحث العلمي. طبعا احنا قلنا ان البحث العلمي ساعد على التقدم والاستفاده من العلماء وتحقيق، اعكس بالزبط. الحاجات دي كلها يا محمد. يبقى انت كده قلت ان النتائج المتردده على عدم توظيفه، احنا قلنا توظيف البحث العلمي بيؤدي الى ايه اللي هي الايجابيات بتاعته اللي هي النتائج. طيب لو انا ما وظفتوش يبقى انا هعكس الايجابيات، هعكس الفوائد بتاعته، اصبحت ديت النتائج اللي هترتب عليه مباشره. تمام كده؟ تمام. طيب وضح بمثال انماط التفاعل الاجتماعي. طبعا احنا عارفين التفاعل المباشر وغير المباشر والبناء والهدام، واخد بال حضرتك؟ انت ادي اي مثال يا محمد من عندك، واخد بال حضرتك؟ على فكره الحقيقه التفاعل كلها عباره عن تفاعلات، واخد بال حضرتك؟ ده بينه وبينه ده اسمه تفاعل، بينه وبينك ده اسمه تفاعل اجتماعي. الحاجه كلها تفاعلات اجتماعيه. المباشر تمام. التفاعل المباشر يتم بين افراد الاسره، التفاعل المباشر اللي بيتم اعضاء شركه مساهمه، واخد بال حضرتك؟ التفاعل البناء والهدام بيسودوا التعاون، بيسودوا الصراع، عرضي واخد بال حضرتك؟ وتفاعل عرضي وتفاعل تلقائي، واخد بالك؟ رد التحيه، واخد بال حضرتك؟ فانت عندك على طول كلها انماط التفاعل الاجتماعي، ادي كل واحده مثال. طيب وده استاذ محمد الطلبه بيتلخبطوا، يمكن محمد ضمن الطلبه في كلمه المثال، احنا عندنا الامثله الطالب بيجيب مثال منطقي بيعتبر ان هو صح. تمام. يعني ده في صفك حتى كلمه مثال دي من عندك ده في صفك، بس احنا عندنا يعني انماط التفاعل الاجتماعي كل واحد عليها مثال بالظبط، يعني ده في حتى فيها امثله وهكذا بالظبط، يعني حتى المنهج بتاعنا ذكر الامثله دي. طيب تمام. حدد اوجه التلاقي بين علم النفس وعلم الاجتماع اللي هو علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى. محمد انت عندك طبعا في علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى هي يمكن الكتاب مش موضح ان في اوجه تلاقي مباشره. فهنا الموضوع كله ايه؟ بص بقى انا هقول لك السؤال دوت عشان ما تقوليش علم النفس ولا علم الاجتماع، اي علم من العلوم سواء التاريخ سواء الاقتصاد سواء السياسه اللي هم موجودين عندنا كلهم في علم الاجتماع. تمام. اوجه التلاقي ان انا هعمل ايه؟ ان انا هشرح الجزء بتاع ليه علاقه علم الاجتماع بعلم النفس كله. بالزبط. هو ده اوجه التلاقي، مفيش نقطه محدده قال لك دي اوجه تلاقي ودي اوجه اختلاف. انا عندي علاقه علم النفس بعلم الاجتماع الجزئيه كلها دي هي تعتبر اوجه التلاقي وهكذا. السؤال الاخير انت بتقول ايه؟ ميز بين التكيف والصراع. التكيف الاجتماعي والصراع الاجتماعي. التكيف والصراع. عايز تعرف كل منهم ممكن التكيف او الصراع دي يعتبر كده احد العمليات الاجتماعيه اللي موجوده. هتقول التكيف وتقول الصراع من حيث التعريف. التكيف الاجتماعي طبعا معروفه، معروف التكيف الاجتماعي محمد اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو عمليه اجتماعيه يقوم من خلالها اللي هو التقارب بين طرفين ليفهم كل طرف وجهه او يفهم مشاعر الطرف الاخر، يحدث بينهما تقارب يؤدي الى تحقيق مصلحه مشتركه، وبتظهر اهميته في ان هو بيساعد الانسان على التكيف مع البيئه الجديده، وبيساعد الانسان اللي مسافر مثلا الى مكان بتختلف ثقافته ان هو يقدر يتكيف ويحقق اهدافه. تمام. اما الصراع عمليه اجتماعيه عام شعب. اتفضل محمد. عمليه اجتماعيه سلبيه هدامه. نعم تقول يا محمد بعد ما تخلص الشرح ده بس اقول كمان سؤال. طيب ماشي. الصراع عمليه الصراع. اجتماعيه سلبيه هدامه تحدث نتيجه اللي هي الصراع او بين القوى الاجتماعيه عدم او تصادمها، وده بيظهر نتيجه مثلا غياب العداله وبيوصل لحد التناحر يعني القتال من اجل البقاء وهكذا. مش هقول له هنا خصائص الصراع بقى محمد لان هو تقدر تعريف كل ده حضرتك. هو اما تيجي تميز بين التكيف والصراع قول تعريف التكيف وقول تعريف الصراع. بالظبط. طب اخر سؤالك سريعا يا محمد بعد اذنك. حاضر. يوجد علاقه بين قيم الثقافه وسلوك العمل الى اي مدى وتتفق؟ برر بوجهه نظرك. تمام. طيب طبعا قول اؤيد الى اي مدى اتفق. هتقول له اتفق مع العباره خلاص. لان طبعا هي الثقافه بتاعه الفرد هي اللي بتنعكس على سلوك العمل. من ناحيه انت الثقافه وتفكيرك
في سلوك العمل. ممكن الثقافه بتاعتك تخليك تعمل عمل حر او ان انت تعمل عمل حكومي، ما دي القيم الثقافيه. ثقافتك في المجتمع بتقول لك ايه، واخد بالك انت تربيت على ايه؟ لا خليك في العمل اللي حكومي، ما تبعدش، اوعى تخاف وتعمل مخاطره، ما دي ثقافه، ده فكر. ده بينعكس على ايه؟ على سلوك العمل. العمل التطوعي، العمل التطوعي ده نتيجه ايه؟ نتيجه ثقافه. اذا كنت انت تربيت وثقافتك او المجتمع اللي انت فيه بيحث على العمل التطوعي، ان انت هتشترك في العمل التطوعي، اما مش هتشترك يبقى اذا في علاقه بين قيم الثقافه وبين سلوك العمل عند الافراد بالزبط. وهكذا. طيب ماشي يا محمد، احنا بنشكرك يا محمد. شكرا بيبرك ناسيك يا ربنا. الله يخليك. بس ايمن احنا سريعا كده عايزين بقى ان احنا كنا يمكن نظريه اللي هي النظريه، او خلصنا احنا النظريه الانسانيه في علم النفس. طيب بكده اعزائنا الطلاب احنا خلصنا اربع نظريات في علم النفس، اللي هي نظريه الانماط، نظريه التحليل النفسي، النظريه السلوكيه، والنظريه الانسانيه. عندنا بقى في الوقت المتبقي يا ايمن عندنا بعض نماذج للشخصيه. طبعا. عندي اول نموذج اللي هي الشخصيه الطبيعيه او الشخصيه العاديه. طبعا الشخصيه الطبيعيه او الشخصيه العاديه دي اعزائنا الطلاب هي بيقول لي ايه ده يتميز شخصيه الفرد في الشخصيه الطبيعيه والعاديه، ان هو بتظهر خصائص شخصيته بصوره متكامله، بحيث ان هو يوجه هذه الخصائص عشان يحقق هدف في حياته. تاني الحته دي، خصائص الشخصيه العاديه او الطبيعيه بتظهر بصوره متكامله يا استاذ ايمن، بحيث ان هو يوجه جميع هذه الخصائص لتحقيق هدف. مثال سريع كده للطالب، انا عندك طبعا انت حاطط هدف في حياتك ان انت تجيب مجموع عالي جدا، هتعمل ايه؟ هتلاقي كل خصائص شخصيتك بتتكامل عشان تحقق الهدف اللي في حياتك دوت. هتلاقي الجانب الجسمي والجانب العقلي والجانب الوجداني والجانب الانفعالي والجانب الاجتماعي، دي جوانب برضو هي قريبه من الخصائص شويه. هتلاقي نفسك ان عقلك دايما بيقول لك ذاكر ركز في الامتحان، هتلاقي دوافعك وانفعالاتك كلها عايزاك تجيب مجموع كويس، هتيجي تنام تلاقي مش جاي لك نوم، ليه؟ اصل انت بتفكر في الامتحان عايز تقوم تذاكر. يبقى انت خدت كل الخصائص كلها بتتفاعل مع بعض وبتظهر كلها بطريقه واحده عشان تحقق الهدف اللي انت عايزه في حياتك دوت، وهكذا. تمام استاذ محمد. في بقى احنا دايما بقى يعني ايه مش اخرون بقى بشكر حضرتك. كنا احنا ما كملناش طبعا الشخصيه الطبيعيه، لسه ليها تعريفات تانية، بس ان شاء الله هنكملها في حلقات قادمه. انا بشكرك جدا يا استاذ ايمن على وجودك معايا. استاذ محمد شكرا لحضرتك، كل اعزائنا الطلاب اتصل بيا النهارده. شكرا لحضرتك. الف عافيه. اعزائنا الطلاب بشكركم، واستنونا ان شاء الله السبت القادم في نفس الموعد الساعه الواحده ظهرا لنستكمل معا ما بداناه اليوم في الشخصيه. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.